في العام الثالث من عمر الحكومة بعد أن أنهينا سنتين من عمل الحكومة الحالية أجرينا الزيارة السادسة لمحافظة البصرة، وأعتقد هذا رقم قياسي. خلال سنتين تصير 6 زيارات لشركات الوزارة في محافظة البصرة، دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه الشركات وأهمية هذه المحافظة في عمل وزارة الصناعة والمعادن. جدول الزيارة يضمن زيارة الأسمدة حتى نتأكد من صناعة الداب، إنتاج الداب. تعرفون الموسم الزراعي بدأ في بعض المناطق وهو مستمر إلى شهر 12 أو حتى لشهر 1، فالفلاحين بحاجة إلى مادة الداب، وأيضا اليوريا اللي تصير في شهر 3. أصدر مجلس الوزراء قرار بحماية المنتج المحلي، والمنتج عندنا لهاتين المادتين، وإن شاء الله في السنوات القليلة القادمة راح يبدأ العمل بمصنع اللي هو أبو الخصيب لإنتاج اليوريا أيضا. هذا اللي توقف للأسف أبان الحرب العراقية الإيرانية أكثر من 30 سنة توقف، الآن حلناه وراح يبدأ العمل به قريب. الزيارة الثانية راح تكون للحديد والصلب لمتابعة إنجاز معمل الصلب اللي تأخر بعض الشيء، كان يفترض أن يفتتح قبل أشهر، لكن تعرفون حضراتكم المشاهد الكريم بأن هكذا معامل بحاجة إلى خبرات فنية تصير بها معوقات. إن شاء الله اليومين إذا مو اليوم متأخر خلال يومين يبدأ الكولد تيست، الفحص على البارد، التشغيل على البارد، وبعد أن أنجز مصنع الدرفلة والعمل مستمر به خلال هاي الفترة لإنتاج الحديد التسليح لتلبية الحاجة في السوق المحلية، فضلا عن متابعة مشروع الحديد الإسفنجي اللي راح يتم بعقد مشاركة مع الحديد والصلب. هاي المادة الرئيسية لصناعة الحديد على مستوى العراق. لدينا حدود 16 أو 17 معمل موزعة على محافظات العراق المختلفة والإقليم، طاقتها الإنتاجية أكثر من 7 مليون طن بالسنة، ولكن أغلبها تعتمد على سكراب حديد التسليح. هذا السكراب ما متوفر بهذه الكميات، فالإنتاج الفعلي ما يتجاوز 2 مليون طن، إضافة إلى المنافسة من المنتج المستورد. ومثل ما ذكرت مجلس الوزراء اتخذ قرار بحماية هذا المنتج. حتى نوفر المادة الأولية لازم نهيئ الحديد الإسفنجي، فدخلت الحديد والصلب أو في طور توقيع، أعلنت فرصة للمشاركة وتقدمت لها شركات، أهلوا إحدى الشركات، الآن في طور استكمال الإجراءات القانونية حتى يوقعون عقد ويدخلون بعقد مشاركة. فضلا عن متابعة موضوع المدينة الصناعية اللي نعتقد هاي إن شاء الله راح تخلق قفزة نوعية في عمل الصناعيين في الصناعات الثقيلة على مستوى محافظة البصرة وعلى مستوى العراق. راح تكون مع شركة صينية. قبل 3 أسابيع اتخذ مجلس الوزراء قرار بهذا الصدد، هي واحدة من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وموقعها راح يكون قريب على الحديد والصلب. تنقل مادة أولية وتنشئ مدينة صناعية خاصة بالصناعات الثقيلة، حديد والصلب، ألمنيوم، غيرها من الصناعات. هذا مهم جداً. اللي راح يتضمن جدول الزيارة أيضا لمتابعة عمل شركة الصناعات البتروكيميائية وشركة ابن ماجد بتفاصيل عملها المختلف، نشاطات مختلفة، ولكن كلها تصب في القطاع الصناعي. أيضا راح يكون عندنا لقاءات مع القطاع الصناعي الخاص، لأن وزارة الصناعة ليست معنية فقط في شركات وزارة الصناعة وإنما بالقطاع الخاص. نحاول نستمع لمشاكلهم. إحنا بالفترة الأخيرة صار عندنا نهج أداوم في اتحاد الصناعات العراقي على الأقل يوم بالشهر، والشهر الماضي يومين داومت بهم بالاتحاد لسماع المشاكل بشكل مباشر. هنالك مشاكل هي ضمن مهام عملنا وصلاحياتنا نحلها بشكل عاجل، وأكو بعض المشاكل لازم نرحلها ونطرحها على الوزارات الأخرى، أو قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أما من مجلس وزارة الاقتصاد أو من مجلس الوزراء. وزارة تحاول تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بوزارة الصناعة،
نسب الإنجاز مقبولة جدا، وأعلننا عن ما تم إنجازه، وهنالك معوقات أكيد تواجهها الوزارة، أيضا تحدثنا عنها سابقا، نعمل على تبديلها مع الوزارات القطاعية لتشترك معنا في هذا القطاع الاقتصادي المهم. مشروع مهم جدا، والدليل الزيارات المتكررة لمعالي وزير الصناعة والمعادن ووكلاء الوزارة والمدراء العامين، متابعة أيضا من مكتب دولة رئيس الوزراء لهذا المشروع. هذا مشروع حيوي ومهم، وتعتبر صناعة الحديد والصلب هي ركيزة أساسية لكل الصناعات. البلد الذي لا يمتلك صناعة حديد وصلب لا يعتبر أو يسمى بلدا مصنعا مهما امتلك من صناعات أخرى. الآن دول الجوار تقدمت علينا كثيرا حقيقة، وطاقات الإنتاجية كبيرة. نحتاج أن نبدأ إحنا كقطاع حكومي برفد السوق، لأن رفد السوق بالإنتاج القطاع الحكومي باعتبار إنتاجنا خاضع للتقييس والسيطرة النوعية والجودة العالية، وبذلك إن شاء الله نشهد اليوم التشغيل على البارد لمعدات هذا المصنع، تمهيدا للتشغيل على الحار. الطاقة الإنتاجية تصل تقريبا إلى 600 ألف طن سنويا.